بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. هنعمل كوردينيشن لسيرما ريلي اسمه ميف 2. في البداية هنستعرض سامري عن اللي هنعمله. دي ريلي سيتنج بنجيبها من المانوال بتاع الميف 2. ناخد السيتنج دي نعمل بيها ايتاب ستار كوردينيشن باستخدام برنامج الايتاب، واشوف الاوبوت كيرف وابدأ اتحكم في التريبنج كيرف انه يكون ما بين الفول لود كيرف والدامج كيرف. ادخل على الايتاب، في البدايه اتاكد ان البروجكت بتاعي الستاندرد بتاعي انسي. بعد كده ابدا ارسم السنجل لاين دايجرام. عشان اوصل سيرما ريلي بالسنجل لاين دايجرام يبقى عن طريق سي تي. بعد كده ابدا اوصل السيرما ريلي، طبعا مش هنلاقيه فهنجيبه من ايقونه اسمها المالتي فانكشن ريلي. بعد كده ابدا ادخل السيتنج بتاع كل عنصر في السنجل لاين دايجرام. أبدأ أدخل ترانسفورمر واحد برضو. طبعا عندي الباور ريتنج من 40 ل 50 ميجا فولت أمبير، بس بختار 50 عشان أختار أعلى كولينج سيستم. ابدا ادخل الامبيدنس 12 وادوس يكون تيبيكال اكس ار. اوكي ترانسفورمر 2 شغال ريتنج 66 تمام على 11. أبدأ أدخل السيتنج بتاعت السي تي ريتنج. بعد كده ابدا اشوف اسم الريلي بتاعي وادخله اوفرلود ريلي من لايبراري، اجيب جي اي تمام، اختار اسم السيرما ريلي ميف 2. Thank you.
بيه 2 بالمثل. في البداية أبدأ أعمل شورت سيركت أناليزيس كيس ستادي، باص واحد باص اثنين اوكي. تمام، بعد كده اختار الريلي، انا عاوز اعمل كوردينيشن، اروح على ايقونه اسمها ستار بروتكتد ديفايس كوردينيشن، اختار شكل الورقه سيمي لوك بحيث تسهل عليا السيتنج والكوردينيشن. بعد كده اختار ابدا العب في السيتنج بتاعت الاوفرلود او السيرما ريلي، ده طبعا الهيتنج تايم كونستانت بيتراوح عند من 3 ل 600 منت. ابدا ازود مثلا، طبعا انتوا شايفين الكيرف بيطلع لفوق او بينزل على حسب ما ابدا انا اغير هنا، وكذلك ريلي 2 بالمثل لانه برضو سيرما ريلي. وشكرا.